الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، والسلام على جميع الأنبياء والرسل الكرام. فخامة رئيس الجمهورية التونسية، معالي السيد رئيس المجلس التأسيسي للجمهورية التونسية، معالي السيد رئيس الحكومة، أصحاب الفخامة والسمو، أصحاب السعادة وأعضاء السلك الدبلوماسي، السادة والسيدات الحضور، إنه لمن دواعي السعادة والسرور أن أشارك الشعب التونسي الشقيق احتفالاته بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد للجمهورية التونسية. هذا الدستور الذي يعد أولى ثمار الحرية والكرامة ثورة 14 من يناير، رغم بعض الصعوبات التي واجهتنا للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، إلا أن أشقاءنا في تونس اجتازوا العملية الانتقالية الديمقراطية بنجاح، حيث تمكنوا من دخول مرحلة تاريخية جديدة بالمصادقة على الدستور، بالمصادقة على دستور يحقق آمال الشعب التونسي الشقيق. ولعله من المهم مواصلة المسار الديمقراطي بما يضمن الأمن والمضي قدماً في تطوير مؤسسات الدولة. هذا وستشهد بلادي قريباً مثل هذه المرحلة التاريخية بإذن الله عز وجل. شكراً. حيث تجري حالياً كافة الاستعدادات والتحضيرات من قبل المؤتمر الوطني العام والحكومة والمؤسسات الأمنية لتهيئة المناخ الآمن وتوفير كافة عوامل النجاح لإجراء انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لجنة الستين، التي حدد لها بإذن الله تعالى يوم 20 من هذا الشهر. هذه الانتخابات التي ستكون إنجازاً تاريخياً في العملية الانتقالية لدولة ليبيا. وفي الختام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والعرفان لأشقائنا في تونس لوقوفهم ومساندتهم لثورة 17 من فبراير المجيدة إبان مرحلة تحرير ليبيا، إبان مرحلة تحرير ليبيا من نظام الطاغية. هذا الموقف الأخوي من جانب الأشقاء في تونس لا يمكن أن ينساه الليبيون على مدى السنين، لأنه عبر عن عمق العلاقات مع الشعب الليبي. كما أتوجه بالشكر أيضاً لفخامة السيد رئيس الجمهورية أخي محمد المنصف المرزوقي، وأتوجه من خلاله أيضاً لتونس شعباً ومجلساً تأسيسياً وحكومةً على حسن الاستقبال، متمنياً لتونس وشعبها الكريم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.